وحول الموضوع ينضم لنا من الغوطة الشرقية مباشرة عبر سكايب مازن الشامي، مراسل وكالة قسيون في دمشق وريفها. مازن، أهلا بك معنا. ما التطورات إلى هذه اللحظة؟ إذن دخلت الهدنة أو تخفيف التصعيد في الغوطة منذ الساعة 9 صباحا بتوقيت غرينتش، إلى الآن كيف يبدو الوضع؟ نعم، مساء الخير. بالفعل اليوم النظام في تمام الساعة 12 بتوقيت دمشق أعلن عن وقف الأعمال القتالية في الغوطة الشرقية. طبعا أتى هذا بعد مساعي فصائل الجبهة الجنوبية لشمل الغوطة الشرقية باتفاق الهدنة الذي حقيقة تكلل بالنجاح، لكن ميليشيات الأسد خرقت وقف التصعيد. ففي تمام الساعة 1:15 بتوقيت دمشق قصفت ميليشيات الأسد مدينة دوما مما أدى لسقوط جرحى. أيضا في تمام الساعة 3 قبل العصر تم قصف بلدة الريحان برجمات الصواريخ، وأيضا في تمام الساعة 3:40 تم قصف مدينة حرسة بالدبابات. وخرق جديد منذ قليل حيث تم استهداف بلدة بيت نايم بالمدفعية الثقيلة. إذا يعني الخروقات متواصلة من قبل النظام. رغم كل ذلك أعلن جيش الإسلام وفيلق الرحمن على ترحيبهم وموافقتهم على اتفاق الغوطة الشرقية الذي أعلنته وزارة الدفاع الروسية، كما أكد المجلس العسكري لدمشق وريفها المتمثل بقائده ياسر زريقات أنهم يرحبون بأي جهود دولية وإقليمية توقف العمليات العسكرية والقتل للمدنيين في الغوطة الشرقية. طيب، في هذا الصدد المدنيون ما رأيهم؟ ما الأمال التي يعلقونها على هذه الخطوة الآن؟ نعم، يعني حقيقة المدنيين متفائلون ويرحبون بمثل هذا الاتفاق. يعني الكل يعلم الغوطة الشرقية حصرا منذ 5 سنين وحتى اليوم لم تهدأ من القصف. يوميا هناك قصف عنيف بالطيران ورجمات الصواريخ، وحتى محاولة اقتحام الغوطة 5 سنين لم تهدأ ولا يوم واحد هذه الجبهات. اليوم المدنيين كانوا متفائلون بوقف إطلاق النار من أجل أن يخرجوا من الأقبية ويتجولوا في شوارع الغوطة الشرقية. اليوم كان حقيقة يعني بعد الساعة 12 خرج المدنيون، كان هناك أعداد كبيرة جدا خرجت إلى الشوارع. كان معظمهم لا يخرج بسبب التصعيد من قبل النظام، إن كان بالطيران أو حتى القصف بالمدفعية. طيب، الثوار على الأرض، المعارضة السورية المسلحة، ماذا تقول فيما مدى ربما التزامها بهذه الخطوة في حال الالتزام الكامل طبعا للنظام؟ باختصار لو سمحت. طبعا قبل بدء موعد وقف اطلاق النار في الساعه 12 ظهرا كنت متواجد انا على جبهه عين ترما. الثوار اكدوا بانهم سوف يلتزمون بوقف اطلاق النار الا في حال حاول النظام التقدم الى هذه الجبهات. يعني اذا حاول النظام التقدم سوف يقاومون ويمنعونهم من التقدم الى الغوطه الشرقيه. شكرا لك على هذه المداخله معنا مازن الشامي، مراسل وكاله قسيون في دمشق وريفها، كنت معنا عبر سكايب من الغوطه الشرقيه.